هشام داود. هشام داود امين مال. خش يعقوب رئيس لجنه التاديب والروح الرياضيه ونزعه. منى بن سعيد رئيس تنظيم الرياضه النسائيه. رجل خلادي رئيس لجنه التظاهرات. حمد مبني لجنه رياضيه. محمد هاتف نائب رئيس. القصر. احمد حامد كتب عبد اسعد بن عطيه رئيس لجنه التظاهرات. زيد العيد رئيس لجنه الرياضيه. نجيب بونا Il y a des finales à la fin de l'année. Il y a des finales nationales au niveau des jeunes.